تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية انتهاكات ممنهجة ضد القبائل في المناطق التي تسيطر عليها بالقوة، ومن ذلك تسييرها حملة تنكيل بحق الأهالي في منطقة شوابة تابعة لمديرية ذيبين شرق محافظة عمران بذريعة البحث عن مطلوبين أمنيا في أحدث انتهاك ممنهج ضد القبائل. إذن وحول هذا الموضوع، حول سلب الميليشيا الحوثية أراضي قبائل صنعاء، انضم معنا عبر الهاتف مدير مكتب حقوق الإنسان بصنعاء سيد فهمي الزبيري. مرحبا بك سيد فهمي. إذن كما تابعنا التقرير، الميليشيا الحوثية تقوم بنهب وسلب الأراضي لقبائل طوق صنعاء، وربما هي ذات القبائل التي سهلت دخول الحوثيين إلى صنعاء. يعني ما هي المعلومات التي لديكم بخصوص عمليات النهب والسلب والسطو التي تقوم بها الميليشيا الحوثية على أراضي أبناء قبائل صنعاء؟ أسعد الله مساءكم وأنتم المشاهدين. طبعا منذ بداية الهدنة هذه الميليشيات تقوم بعملية تجريف للأراضي وأراضي القبائل ضمن تجريف الهوية وضمن السطو على ممتلكات الناس. هي عملية ممنهجة مقصودة من أجل تركيع القبائل، لأنهم واجهوا هناك مواجهة من قبل أبناء القبائل في الفترات الأخيرة. لكن هذه الميليشيات منذ اليوم الأول للهدنة بدأت في عملية الاستفراد بالقبائل، لأن القبائل إذا اجتمعوا على كلمة واحدة سينقضون على هذه الميليشيات في خلال أيام ربما، لكنهم الآن يستفردون بكل قبيلة ومن أجل نهب أراضيها تحت حجج متعددة وتحت لافتات مختلفة ضمن هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات هي ضمن طبعا هي ما كان عليه الأيام الإمامة السطو على أملاك الناس. هم يريدون فقط أن يكونوا هم المهيمنين. نعم، لكن سيد فهمي، يعني أنت كما تعرف يعني بني الحارث هي إحدى مديريات صنعاء وأراضيها، وكذلك هي عرضة للنهب من قبل الميليشيا الحوثية. يعني لماذا تتعرض هذه المناطق تحديدا للنهب من قبل الميليشيا؟ ما هي الأسباب؟ طبعا هم يركزون على فوق صنعاء من أجل أنه الآن يريدون يعني خلق احتياج حول صنعاء، لأنهم يدركون جيدا لأن هناك غضبا واسعا وهناك انتفاضة ربما في أي لحظة ستكون، السخط الشعبي المتزايد نتيجة. نعم اسمح لي، لكن أليست قبائل طوق صنعاء هي التي سهلت دخول الحوثيين صنعاء؟ يعني هي كانت أو ما زالت يعني مع الميليشيا الحوثية وقاتلت معهم وزجت في صفوف الميليشيا الحوثية الكثير من أطفال أولئك القبائل، لماذا اليوم تقوم الميليشيا الحوثية بمقاتلتهم؟ بالفعل هم المخزون البشري يعني الكبير لهذه الميليشيات، وهناك الاطفال من يجندونهم بالمئات وبالالاف من هذه القبائل. نعم، لكن سقطت شعارات الحوثي خاصه بعد التقارب مع بعد التقارب السعودي مع او الاتفاق السعودي الايراني. نعم. ويعني وزياره السفير السعودي الى صنعاء. نعم تفضل. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال. مدير مكتب حقوق الإنسان بصنعاء سيد فهمي الزبيري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.